شوارع المدينة. ما عدا ذلك فالهاجس الأمني يسيطر على أجواء الساحة منذ اقتحامها وإحراق خيامها من قبل قوات الرئيس صالح أواخر أيار مايو الماضي، لكن مسلحين من أنصار الثورة تمكنوا من استعادتها بعد أيام. الثوار لا يستطيعون الاعتصام المتواصل كما كان في السابق، لأن الساحات كسرت سلميتها بالاعتداءات المتكررة على هذه الساحات. التجول داخل الساحة يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بها وبالمباني المجاورة جراء استمرار قوات الرئيس صالح في قصفها، خاصة في ساعات الليل. في هذا الفندق كان يقيم صحفيون بينهم فريق قناة الجزيرة، قبل أن يتحول إلى شاهد على حجم العنف الذي تقابل به الثورة كما يرى شبابها. لا تخلو الساحة من الفعاليات، فهنا مثلا يرسم فنانون تشكيليون أمنيات من يصفونهم بشهداء الثورة. للأطفال حضورهم في ساحة الحرية، ولكن كما يحلو لهم. أطفال آخرون يعبرون الساحة يوميا في طريق العودة إلى منازلهم، ويبدو أن هذا العبور قد علمهم الكثير. ترك كثيرون الإقامة في الساحة لينتظموا في مظاهرات يومية خارجها. أما هؤلاء الشباب فقد رفضوا مغادرة الساحة حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم. يقيمون في هذه الخيمة ويتقاسمون معا بؤس الحياة. نحن هنا مضحين بأرواحنا من أجل الشهداء، من أجل الشهداء الشباب والأطفال وضرب النساء، ونحن هنا سوف نرابط حتى آخر يوم من رحيل علي عبد الله صالح. في بعض ضواحي المدينة وأريافها أنشأ شباب الثورة ساحات تحمل ذات الاسم لتبدو تعز وكأنها كلها تغني للثورة. يقول شباب الثورة هنا بأن نظام الرئيس صالح يعيش أيامه الأخيرة بسبب التصعيد الثوري خارج الساحات، ولذلك تشكل ساحة الحرية بالنسبة لهم رمزا مكانيا يأمه الناس أحيانا، بهدف التأكيد على أهمية الرمز الجمعي مقابل الاستمرار في تفكيك منظومة القائد الرمز والزعيم الأوحد. حمد البكاري، الجزيرة، ساحة الحرية، تعز.